الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الأول، ونسأل الله أن يتم الأمر على خير، من كتاب صحيح الإمام البخاري. والإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاه. ولد الإمام البخاري سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة يوم الجمعة في شوال بمدينة بخارى، وكانت تابعة لسمرقند زمان، والآن تابعة لأوزبكستان، جمهورية أوزبكستان. وتوفي سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، ودفن بمدينة خرتنج لأنه طرد من مدينته التي ولد فيها وعاش فيها بسبب خلاف بينه وبين حاكم المدينة، كما فعل ذلك فيه منافسيه في عصره رضي الله عنه وأرضاه. صحيح البخاري سمى الإمام البخاري ما سموه صحيح البخاري، هو ساعات يقول لك الصحيح، لكن هو سماه اسم طويل، سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. ده اسم إيه اللي وضعه الإمام البخاري لكتابه، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. نبدأ اليوم بترجمة للإمام البخاري رحمه الله، ونفعنا الله بعلمه في الدارين أمين، وجزاه الله عنا خير. نقرأ، لأن تراجم البخاري كثيرة، مكتوب في كتب كثيرة لا حصر لها. من أشهر علماء المسلمين الإمام البخاري، درجة إن ما فيش كتاب خدم بعد كتاب الله ينتمي لدين الإسلام مثل كتاب صحيح البخاري. يعني أكثر كتاب خدم هو كتاب الله، يليه صحيح البخاري مباشرة، لدرجة إن مؤلفاته فوق الحصر، يعني شراحه فوق الحصر، يتجاوز 200 شارح، وما زال الآن في العصر الحديث شراح للبخاري. آخر من شرح البخاري في العصر الحديث الدكتور أحمد عمر هاشم في كتب مكتوبة، وإن كان شراح الإمام البخاري بقى شفويا وصوتيا كثيرين في كل عصر وفي كل مصر. بل يشرف الإنسان كلما انتمى لهذا الكتاب شرحا أو تحليلا أو تعليقا أو استفادة أو إفادة، لأنه صار هو رمز سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري ده يعني هرم كبير من أهرامات علوم الإسلام والمسلمين رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلمه في الدارين. شرفه وذكره بسبب انتمائه وارتباطه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. بردزبة بالفارسي يعني إيه؟ يعني الفلاح أو الزارع. بردزبة كان مجوسيا، واللي أسلم المغيرة ابن بردزبة، هو أول واحد أسلم في سلالة الإمام البخاري في أجداده، كان المغيرة ابن بردزبة، لكن بردزبة مات مجوسيا، والمغيرة أسلم على يد حاكم الولاية سمرقند، وكان جعفي، يعني من قبيلة قبيلة الجعفية، فسمي الجعفي مولاه، فنسبوا إليه بعد ذلك ولا إسلام.
المغيرة لم يعرف عنه أنه كان من أهل العلم وله باع في العلم. وكذا إبراهيم ابن المغيرة ابنه لم يكن له باع في العلم، لكن إسماعيل أبو الإمام البخاري كان محدث مشهور، وكان عالما في الحديث ومهتم، وروى عن حماد بن سلمة وغيرهم. ثم بعد ذلك أنجب عجوبة كل زمان، وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي كان عجوبة زمانه وكل زمان في الحفظ والإتقان والورع والزهد والصلاح والتقوى، حتى أنه قال عن نفسه: منذ أن علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحد إلى أن توفاني الله. شوف قد إيه الحرص، وهو قضى عمره في الكلام والمناظرة مع الناس ونقد الرجال، يعني مجال يسهل فيه الغيبة لأنه من ضمن كلامه نقد الرجال. لكن شوف كلامه: منذ أن علمت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحد رضي الله عنه وأرضاه. ولد رضي الله عنه بعد صلاة الجمعة يوم 13 من شوال سنة 94 و100 ببلدة بخارى، وإليها ينسب. ولقد نشأ الإمام البخاري في بيت علم ودين وورع، يعني أبوه كان عالم من علماء الحديث، ومات أبوه وكان الإمام البخاري صغير في السن، حتى أن الإمام البخاري وأمه كانت صالحة مستجابة الدعوة، حتى أن ابنها البخاري وكان صغيرا فقد بصره بسبب مرض في عينه، فكانت تصلي وتدعو كثيرا إن ربنا يرد له بصره. فجاء سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء في الرؤية وقال لها: إن الله استجاب لك دعاءك ورد بصر ابنك. فاستيقظت وجدت ابنها يبصر رضي الله عنها. فقد كان أبوه عالما جليلا سمع من حماد بن زيد ومن الإمام مالك، حتى إن ليه رواية للموطأ، أبو الإمام البخاري له رواية عن الإمام مالك للموطأ، ولكنها طبعا ضاعت في وسط المخطوطات التي ضاعت. سمع من حماد بن زيد ومن الإمام مالك، وروى عنه العراقيون، ولجلالة قدره ووفور علمه ترجم له ابنه الإمام البخاري في التاريخ الكبير. رحلاته، احنا بنقرأ الوقت ترجمة الإمام البخاري من طبعة المكنز مختصر، لكن لو فتحنا بقى تراجم الإمام البخاري في كتب مختلفة ممكن نقعد كده سنوات وما نخلص، لأن تكلموا فيه في كتب كثيرة جدا لشهرته رضي الله عنه ورحمه الله. حببت الرحلة لطلب العلم إلى نفس الإمام البخاري. الإمام البخاري نشأ في عصر مين؟ الدولة العباسية الأولى، اللي كان أولها كان فيها المعتصم اللي كان يقول بخلق القرآن. الدولة العباسية الأولى كانت تقريبا من 132 هجري ل 234 هجري، الدولة العباسية الأولى. الدولة العباسية الثانية اللي هي الدولة اللي بدأوا بقى يتنحروا مع الأتراك والترك، حتى انقضت بعد فترة وحل محلها إيه؟ بعد ما جاء التتار والمغول وكده، جاءوا العثمانيين بعد كده الأتراك. هو حضر جزء من الدولة العباسية الأولى وجزء من الدولة العباسية الثانية الإمام البخاري، وفي الفترة اللي انتشرت فيها الفرق بسبب التراجم الكثيرة اللي ترجموها من الفلاسفة والأمم السابقة، ونشأ الفكر وحرية الفكر، وكان علماء بني العباس كانوا حكامها كانوا علماء، وكانوا يجمعوا العلماء ويتناقشون معهم، فكان في حرية. فلما حرية الفكر دي أنشأت الفرق الكثيرة، فكان في عصر يموج بالأفكار الإمام البخاري. لكن الإمام البخاري عزل نفسه عند كله وجند نفسه للحفاظ على سنة النبي، بعد عن كل مناقشة هذه الأشياء رضي الله عنه وأرضاه. فعشان كده لما تجي عصرك تلاقيه مشوش في تشويش كثير، ركز في حاجة معينة واتقنها واخلص، تذكر به وتقابل بها ربك، ولا تترك نفسك للتشويش. حبب
حببت الرحلة لطلب العلم إلى نفس الإمام البخاري كما حببت إلى غيره من أهل الفضل، فقد أتم البخاري 16 في بلده. لحد سن 16 أخذ علم بلده، بعد كده راح يحب هو وأخوه وأمه. بعد الحج أخوه وأمه رجعوا وهو قاعد في الحجاز، قال لهم أنا هقعد آخد علم أهل الحجاز. ومن هنا بداية مرحلة جديدة للإمام البخاري، إنه يعرف بقى، لأنه ابتدى يخرج عن خارج بلده، فابتدى يعرف ويزيع سيره لاحتكاكه بالعلماء بعد ذلك. أتم البخاري 16 في بلدي، وبعدها بدأت رحلته الطويلة في طلب العلم، وقد بدأها بحج بيت الله الحرام بصحبة أمه وأخيه أحمد. فرجع أخوه إلى بخارى ومات بها، وأقام هو بمكة مجاورا للكعبة يطلب العلم. ومن أهم المراكز التي راح إليها مكة والمدينة، وفيهما صنف بعض مؤلفاته ووضع أساس الجامع الصحيح وتراجمه. ومن المدن التي رحل إليها الإمام البخاري سوى الحرمين الشريفين الشام ومصر والبصرة والكوفة وخراسان وبغداد ونيسابور والري وواسط وعسقلان وغيرها. ومن نتائج رحلات هذه لقاؤه مثلا بالإمام أحمد بن حنبل 8 مرات ببغداد، وأخذه عن مشايخ أحمد مباشرة، مما كان سببا في قلة روايته عنه في الصحيح. هو ليه ما رواش عن الإمام البخاري الإمام أحمد بن حنبل في الصحيح؟ لأنه خد عن مشايخ أحمد. وقد اتفق الحفاظ على أنه روى عن الإمام أحمد في موضعين، أحدهما في كتاب النكاح الحديث رقم 61 و105 آلاف، وثانيهما في المغازي حديث رقم 13 و504 آلاف، ولكن بواسطة. وهناك سوى ذلك ما هو محل خلاف بينهم. وهناك الكثير من فضلاء المشايخ التقى بهم الإمام البخاري في رحلاته هذه، شيوخه وتلاميذه. لقد كثر شيوخ الإمام البخاري كثرة بالغة لكثرة تنقله بين البلدان الإسلامية لطلب الحديث، حتى قال عن نفسه: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. يعني 1080 شيخ، وكل 1080 دول كلهم علماء حديث، يعني ايه؟ متفرغين لعلم الحديث. ادي معنى صاحب الشيء، يعني ايه؟ مصاحبة الشيء، يعني ملازمته. فكانوا كل دول صحاب حديث، يعني ملازمون علم الحديث تدريسا وتعليما ونقلا ورواية وتدقيقا وغير ذلك. حتى قال عن نفسه: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني أن هذا في الصحيح وغيره. ولشدة حرصه على استقصاء الصحيح من الأحاديث كان يطلبه على سنده أو نزل. علو الإسناد هو قلة الواسطة في الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسموه علو الإسناد. ونزول الإسناد يعني معناه تكثر الواسطة بينك وبين الرسول. هو كان يهمه صحة الإسناد بغض النظر عن علوه أو نزوله رضي الله عنه، قائلا في ذلك: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ومن أشهر شيوخي أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو عاصم النبيل، ومكي بن إبراهيم، وعلي بن المديني، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم. وأما تلاميذه فقد قال تلميذه الفرابري، الفرابري اللي هو أشهر رواية صحيح البخاري عن الفرابري، غير الفرابري رواية البخاري الناس كده، لكن أشهرها رواية الفرابري. ليه؟ لأن الفرابري قرأ البخاري مرتين على الإمام البخاري في بخارى، وقرأه عليه أيضا بعد ذلك لما ترك بخارى، فكان من آخر من قرأ عليه أيضا وراجعه في آخر النسخة. عشان كده معظم رواية الحديث والإسناد ينتهي إلى محمد الفرابري، نسبة لفرابرة، نسبة للمدينة، مدينتي التي ولد بها اللي هي فرابرة. وأما تلاميذه فقد قال تلميذه الفرابري أنهم سمع كتاب البخاري منه 70,000 رجل. ومن أعيان تلاميذ أئمة كبار منهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، وانتنا لسه مخلصين الترمذي، الترمذي كان يعتمد البخاري في علم الرجال، يعني من تلامذته الامام الترمذي كمان.
ومن تلاميذه الإمام مسلم صاحب الصحيح اللي هو إيه؟ مسلم بن الحجاج القشيري، وإن لم يروي عنه في صحيحه لأنه التقى به بعدما انتهى من تصنيفه. طب ليه ما رواش عن الإمام مسلم وكان بيروي عن الثقات الإمام البخاري؟ لأنه التقى بالإمام مسلم وقد انتهى من إيه؟ من رواية من كتابة الصحيح. هو نفسه يقول أنا اتخذت صحيحي هذا من إيه 600 ألف حديث صحيح. يعني انتخبه من 600 ألف حديث. يعني ليس كل المكتوب في البخاري هو الصحيح، ده الصحيح كتير، لكن هو انتخب من الصحيح إيه؟ صحيح البخاري. اللي هو حوالي 7000 وشوية بالمكرر يعني. وكذلك من تلاميذ الإمام الترمذي صاحب السنن، وقد روى عنه في سننه في 75 موضعا. والإمام النسائي صاحب سنن النسائي، ولم يخرج له في سننه، وابن خزيمة وأبو زرعة الرازي وغيرهم كثير، وغالبهم ممن له مصنفات في رواية الحديث أو علله. بالنسبة لمكانته وثناء العلماء عليه، لقد كان للإمام البخاري منزلة عالية وشأن عظيم بين المحدثين خاصة. والعجيب أن الإمام البخاري ده شاف الرؤية وهو يعني في طلب الحديث قبل العشرين من عمره، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وبيده الإمام البخاري مروحة يذب عن وجه النبي أي شيء يقترب منه في الرؤية، فحكى رؤيته لشيخه قال تذب عن سنة النبي. فتحققت هذه النبوءة لما إيه؟ ألف الصحيح. لما ألف الصحيح شاف رؤية تانية، شاف نفسه يسير خلف النبي، ما يرفع النبي قدمه من موضع إلا وضع الإمام البخاري موضعه مكان قدمه. رؤى عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يجي بعد كده بقى شوية صحفيين في آخر الزمان يعيبوا في الإمام البخاري، ما يستحملوش إن هم يشيلوا نعله أصلا، يعني لا يصلحوا إن هم يشيلوا نعله. فنسأل الله السلامة. لقد كان للإمام البخاري منزلة عالية وشأن عظيم بين المحدثين خاصة وطوائف الأمة كلها عامة. ده هو لسه بيقرأ على شيخه في بخارى ولسه كان تلميذ، يقوم شيخه بيروي بيقول عن أبي الزبير عن إبراهيم عن فلان، فعدل على شيخه كان عنده لسه 12 سنة، قال له لا أبي الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال له إزاي؟ تصور أنت طفل عنده 12 سنة بيعدل على أكبر عالم حديث في بلده. فقال له لا مش كده. قال له طب ارجع إلى أصلك. لما هو قال له ارجع جاب الكتاب. قال له أه فعلا. طب وإيه بقى بيروي عن مين؟ وبقى يصحح من فم الإمام البخاري. وهو عنده 12 سنة. يعني ما شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان مبارك فيه منذ صغره. درجة انه كان يقابل، ويعني يعني لما يعرفوا ان الامام البخاري قادم بلد كانوا يعملوا الخيام على مسافات طويلة في الصحاري على حدود البلد عشان يقابلوه، تبقى طوائف طالعة كتيرة. ولما رجع بلده قبل ما يحصل الفتنة بينه وبين حاكم بلده بقوا يرموا عليه الدنانير والدراهم، وقابلوه على بعد فراسخ من المدينة جموع كبيرة. يعني اشتهر وشاف مجد عجيب الامام البخاري لانه كان يستحق هذا في عصره رضي الله عنه. لقد كان للإمام البخاري منزلة عالية وشأن عظيم بين المحدثين خاصة وطائف الأمة كلها عامة، وقد حباه الله تبارك وتعالى بنبوغ مبكر ونباهة تفرد بها منذ صغره. ويحدثنا محمد بن أبي حاتم المعروف والراقي البخاري قال سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، يعني هو لسه بيحفظ القرآن. قلت وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي، أو الداخلي ده هو اللي صلحت اللي هو أول شيخ لي، فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. فقال يوما فيما يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام؟ أمال اسمه إيه؟ بيصحح بقى الاسم من الولد. كيف هو يا غلام؟ فقلت هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم.
فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت. فقال له إنسان ابن كم كنت حين رددت عليه؟ فقال ابن 11 سنة. قال فلما طعمت في سن 16 حفظت كتب ابن المبارك، كتب علماء الحديث اللي قبليه حفظها، كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. هذه القصة تدل على توقد ذكائه وحدته ودقة نظره، فانظر حفظك الله إليه، وهو يفرق بين أبي الزبير وبين الزبير، وإدراكي أن المعني بالرواية عن إبراهيم إنما هو الأخير، وانظر إلى وضوح ذهني وتأكدي من حفظي وثقتي في نفسي. فتلك بعض سمات الملك التي تميز هذا الإمام منذ نعومة أطفالي بها، وامتدادا لهذه المعية الفائقة والشخصية النادرة. كان الإمام البخاري يحضر مجالس الحديث وهو لسه في الطلب، معهوش ورقة وقلم، وكل التاني اللي جايين قاعدين بورقة وقلم، بيقوموا يبصوا له كده يستقلوه، يقولوا أنت ما كتبتش حاجة، أنت ما تعرفش حاجة. قال لهم تحبوا أقول لكم كل اللي سمعناه الأسبوع اللي فات كله؟ قال له طب قول. جم هم بالورقة وقلم وقعد يسمع لهم بترتيب الأيام، فسلموا له، سلموا له. يعني حاجات عقليات ربنا خلقها بطريقة معينة، يعني لدرجة انك انت يعني تقول على الكمبيوتر بتاع اليوم دول اجهزة التسجيل انها ممكن تعطل، هم ما يعطبوش. يعني ممكن انت وانت بتسجل يحصل خطأ ما في التسجيل، هم كان عقلهم ما عندهمش هذا الخطأ، نسبة الخطأ دي ما كانتش موجودة. كأن ربنا خلقهم في زمن معين عشان يحفظ بيهم سنة النبي، لان مثل هذه العقليات ما تكررتش تاني. كأن ربنا خلقهم في زمن معين، إن ربي لطيف لما يشاء، فلما ربك شاء أن تحفظ هذه السنة خلق عقول عجيبة الشكل، يضرب بها المثل في الحفظ. ولما اتكلمنا على الإمام الشافعي كمان في الحفظ اتكلم بقى عليه، وزي ما انت لدرجة إن كان يخبي الصفحة ليحفظ صفحة قبل صفحة، يعني كانوا بيصور مش بيقرا، حاجة غريبة، عقليات عجيبة الشكل، كانوا يعمل سكانر. حاجات سبحان الله رضي الله عنه ونفعنا، دي احنا بنفخر بيهم والله. هؤلاء العلماء دول معجزات للنبي، معجزات للنبي، لان ربنا سخرهم وفيهم هذه الطاقات الغير يعني معقوله في مستوى البشر، سخرهم عشان يحفظوا سنه النبي ودين النبي. دي مش معجزات للنبي؟ ما زال علماء امه النبي معجزات للنبي حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه العقول العجيبه المتوقده في زمان كانت ممكن تضيع فيه اي خبر، لا أوراق متوفرة ولا وسائل تسجيل، وأمم أمية لا تقرأ ولا تكتب، ومسافات شاسعة، والصحابة لم يستقروا في مكان عشان الناس تروح لهم تأخذ منهم، بل انتشروا في كل مكان. يعني كل وسائل ضياع هذا الدين كانت متوفرة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين، حاجة سبحان الله. يعني والله السلف الصالح ده معجزة من معجزات النبي، تضم لمعجزات النبي. الإمام الشافعي ده معجزة من معجزات النبي، الإمام البخاري ده معجزة من معجزات النبي، لأن كل الإمام مسلم بن الحجاج، الإمام أبي زرعة، لما تيجي تقرأ الإمام علي بن نديم، شوف الإمام البخاري عظمته إيه، بيقول ما رأيت أحد واستصغرت نفسي إلا عند علي بن المدينة. يبقى علي بن المدينة ده إيه؟ يعني الإمام البخاري شاف ناس كتير وعلماء كتير، بيقول ما رأيت أحد واستصغرت نفسي عنده إلا علي بن المدينة. فشوف العقليه دي، يعني كل هؤلاء اللي احنا بنسمع عنهم دول معجزات للنبي، لان تشعر كده ان دول ناس مش طبيعيين. يعني ما فيش حد بيجي بنفس هذه الملكات تاني، حاجات ما بتتكررش، دي كرامه كده رضي الله عنه. نجد انه لما بلغ 18 سنة صنف كتاب قضايا الصحابة والتابعين، من بداية ايه، سن 18 سنة. ثم صنف التاريخ الكبير بالمدينة المنورة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتبه في الليالي المقمرة. قال وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. يعني ما قل اسم يجيب بالك في التاريخ كده لما بخري لو يعرف قصة لي، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب، فكتب بعض الاسماء بس، ما كتبش كل حاجه يعرفها. يعني حتى مصنفاته دي بعض علمه وليس كل علمه. صحيح البخاري بيقول لك انا انتخبت من 600 ألف حديث صحيح،
يعني كل مؤلفاته دي كانت بعض علم البخاري وليست كل علم رضي الله عنه. وعن حفظ الإمام البخاري حدث ولا حرج، فقد تواترت الروايات المنبئة عن سعة حفظه وعظيم اطلاعه، ومنها أنه قال عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، وأخرجت هذا الكتاب يعني الجامع الصحيح من نحو 600,000 حديث. ولا يخفى أن هذه الأعداد الموجودة في النص السابق إنما هي باعتبار أن كل سند يحسب حديثا، يعني كان المتن الواحد ممكن يكون ليه 10 أسانيد بيبقى 10 أحاديث، يعني بيعدوا الحديث بالأسانيد مش بالمتون. حتى لو اتحد النص للمتن، فالحديث الواحد المروي بعشرين سندا يعد 20 حديثا. وقد عقدت مجالس كثيرة لاختبار حفظ الإمام البخاري وإتقانه، فكان يجيد فيها ويظهر براعته وتفوقه دون ويظهر براعته وتفوقه دون سابق استعداد أو تحضير. ومن ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي بسنده أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعملوا إلى 100 حديث فقلبوا متنها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 حديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. واحد قاعد كل ما يقول له حديث يقول: لا أعرفه. الناس العوام يقول لك: إيه ده، أنا مش عارف حاجة. لكن العلماء اللي فاهمين إن دي أسانيد مقلوبة عرفوا إن هو فهم المسألة. ثم انتدب رجل آخر من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدون على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا. حتى الغلط حفظه. فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناد وكل إسناد إلى متن، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى سندية وسندية إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأدعنوا له بالفضل. الكلام ده من كتاب تاريخ بغداد الجزء الثاني صفحة 20 و21. ورغم أن عصره كان مليئا بكبار العلماء والحفاظ، فإن الجميع قد اتفقوا على الإقرار له بالفضل والسبق والتقدم. فها هو قتيبة بن سعيد يقول: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وقد شهد له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فقال: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وروى الحاكم بسنده أن الإمام مسلما صاحب، عارف اللي بيشهدوا الإمام البخاري دول مين؟ أئمة عصرهم، أئمة أئمة عصرهم، مش ناس العاديين، لأن تملي العالم هو اللي يعرف قدر العالم. وروى الحاكم بسنده أن الإمام مسلما صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وأما ثناء من جاءوا بعده فيكفي فيه قول الحافظ ابن حجر: ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. ولعظيم مكانته بين المحدثين والفقهاء اختلف أصحاب الطبقات في تصنيف مذهبه الفقهي، فعده القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة حنبليا، وعده ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى شافعيا،
بينما اعتبره كثير من العلماء السابقين والمعاصرين مجتهدا مستقلا لاختياراته الفقهية الكثيرة المبثوثة في تراجم أبواب الصحيح. مؤلفاته: تعددت مؤلفات الإمام البخاري وتنوعت، وهذه المؤلفات منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط وكذلك منها ما هو مفقود لم يصل إلينا وإنما ذكره مؤلف السير والتواريخ. المطبوعة الجامع الصحيح اللي هو احنا بنقرا فيه ان شاء الله، وابتدى بقى ايه يشرح لك ايه الجامع الصحيح، طبع عدة مرات وقصة طبعه بداية طبعه وغيره. ثانيا المؤلفات المخطوطة، وصلت إلينا بعض مخطوطات الإمام البخاري وهي محفوظة. المؤلفات المفقودة: أسامي الصحابة، الوحدان، العلل، الفوائد، قضايا الصحابة، بر الوالدين، الجامع الكبير، المسند الكبير، التفسير الكبير، الأشربة، الهبة، المبسوط. وقد ذكر هذه المصنفات الحافظ ابن حجر في هذه السيرة. وفاته: توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر. ليلة الفطر يعني آخر رمضان، ليلة الفطر قبل ما يصلوا صلاة العيد، عند صلاة العشاء ليلة الفطر سنة 56 و200، ودفن بعد صلاة الظهر، وكانت مدة عمره 62 سنة إلا 13 يوما. وقد ظل الإمام البخاري قبل وفاته متنقلا بين البلدان الإسلامية لتحمل الحديث وروايته، حتى استقر به المقام بنيسابور، فما كتب بها مدة ثم رجع إلى بلده بخارى على إثر اختلاف وقع بينه وبين بعض علماء نيسابور، ولكن لم تكن بخارى بأحسن من نيسابور في احتضانه والاستفادة منه، حيث اضطهده أميرها خالد بن أحمد وقال لك بخلق القرآن وبيقول مش عارف إيه الكلام بقى، يطلعوا على العلماء إشاعات كتيرة، واخد بالك، وأساءوا إليه. فخرج البخاري من بلده متوجها إلى سمرقند، فلما كان بختنك وهي على بعد نحو 20 كيلومترا من سمرقند، بلغه وقوع فتنة بينهم بسببه، فمرض أياما ودعا في آخرها بدعوات ثم اضطجع فقضي رحمه الله رحمة واسعة. صحيح الإمام البخاري، هذا صحيح الإمام البخاري الذي ملأ الدنيا صيته وأصبح أهم مصدر من مصادر توثيق السنة النبوية من القرن الثالث الهجري وإلى اليوم. وقد سمى البخاري كتابه المراد هنا الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة وأيام. وقد التزم البخاري بمقتضى ومفهوم عنوانه هذا، إذ علم من قوله الجامع أنه لم يخص بصنف دون صنف، يعني ما اختصش مثلا بالمغازي، ما اختصش مثلا بالتفسير، ما اختصش مثلا بالعبادات، يعني دليل ان هو جاء من كل الابواب ايه ما. ولهذا اورد فيه الاحكام والفضائل والاخبار الماضيه والاتيه وغير ذلك من الاداب والرقاق. وعلم من قوله المسند ان مقصوده الاصلي تخريج الاحاديث التي اتصل اسنادها لبعض الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامام البخاري ما الفش ده، هو كل الحكايه اهتم بالاسانيد الموصله للاخبار. هذه الحكايه، وجاب الاسانيد الصحيحه الموصله للخبر. وعشان كده ساعات يقول لك الامام البخاري بيقول، لا الامام البخاري ما بيقولش، الامام البخاري بينقل. ده الامام البخاري ناقل، الامام البخاري ما بيقولش، اللي بيقول النبي. لكن ايه؟ بالطرق الموثوقه، فاللي بيعترض على البخاري كانه بيعترض على النبي، لانه الامام البخاري اصلا بيجيب لك الطريق الموصل لكلام النبي. سواء كانت من قوله ام من فعله ام من تقريره صلى الله عليه وسلم، وان ما وقع في الكتاب من غير ذلك انما وقع عرضا وتبعا لا اصلا ومقصودا. وعلم من قوله الصحيح انه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وان كان فيه مواضع قد انتقدها غيره عليه فقد اجيب عنها، وقد صح عنه انه قال: ما ادخلت في الجامع الا ما صح. قال الحافظ ابن حجر: وقوى عزمه على جمعه وتأليفه ما سمعه من أستاذ أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن راهوي، قال: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان البخاري قاعد مع سيدنا إسحاق بن راهوي شيخه، فبيقول تلامذته النبيين، يقول لو جمعتم كتابا فيه الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما الإمام البخاري سمع الفكرة دي،
فضلت في قلبه لحد ما ايه نفذها لتأليف هذا السلام. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجمع الصحيح. وقال البخاري أيضا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. ولقد توخى البخاري الدقة والتثبت في جمعه لصحيح، وقال في ذلك: صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة بيني وبين الله، وزيادة في تحريه وإمعانا في دقته. يقول: صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وقد عرض البخاري صحيح على كل من يحيى بن معين وعلي بن المدين وأحمد بن حنبل، وأولهم وفاة يحيى بن معين، وكانت وفاته سنة 33 و200. فإذا نقصنا منها مدة التأليف وهي 16 سنة، استطعنا أن نقول على الأقل إن البخاري قد بدأ في تأليف صحيح سنة 217، وكان عمره وقتئذ 23 سنة. وما حاز كتاب من المدح والثناء مثل هذا الصحيح من لدى المعاصري إلى يومنا هذا. قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله، وهو أعلى شيء في وقتنا إسنادا للناس، ويثني على هذا الكلام الحافظ ابن كثير قوله: وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبول وصحة ما في أهل الإسلام، وقد اتفق انتهى وقد اتفق علماء هذه الأمة على أن جامع البخاري أجل وأعظم من جميع كتب السنة، بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ومن هنا قدم صحيح على صحيح مسلم. قال النووي في التقريب: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز، والبخاري أصحهما، وقيل مسلم أصح والصواب الأول، وعليه الجمهور. وقد علل علماء هذا الفن حكم هذا التقديم بقولهم: إن مدار صحة الحديث على 3 أشياء: الثقة بالرواة، واتصال الإسناد، والسلامة من العلل القادحة. وكان البخاري أشد التزاما بهذه الضوابط من مسلم، وعلى الجملة فقد قدم صحيح البخاري على مسلم من جهتين: الأولى أن البخاري يشترط أن يكون كل راو في سلسلة السند قد التقى بمن روى عنه ولو مرة، بينما يكتفي مسلم بالمعاصرة وإن لم يثبت عنده اللقاءهما. الثانية: ما ضمنه البخاري أبوابه من التراجم التي عمل فيها على استنباط المسائل الكثيرة من الحديث الواحد، وبسببه كان تقطيع الأحاديث بعدة أبواب، ولذا اشتهر قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه لعناوين أبوابه. ولقد اشترط البخاري في صحيح أقصى درجات الصحة والتوثيق والتحري التي عرفت في هذا الفن. قال المقدسي في شروط الأئمة: شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى. وقد انتقد بعض الحفاظ كالدار قطني على البخاري أحاديث ذكرها في صحيحه وليست على المستوى والدرجة العالية التي التزمها في صحيحه، وعدة هذه الأحاديث المسندة التي انتقدت على البخاري 110 أحاديث. وقد أجاب الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن كل حديث منها، وكذلك في ثنايا شرحه للكتاب. وقد انتقد بعضهم على البخاري روايته عن بعض من تكلم فيهم، وأجاب الحافظ ابن حجر عن هذه الانتقادات في مقدمة الفتح، وبين أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوي مقتد لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية كتابه بالصحيح. وقد اختلف العلماء في عدد أحاديث البخاري نظرا لاعتباراتهم المختلفة في الترتيب، فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته أتقنته 7,397 حديثا. ثم عدد الحافظ المعلقات والمتابعات في كل باب، وقال في آخره: فجملة ما في الكتاب من التعاليق 1,341 حديثا، وأكثرها مكرر، وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا. وهذه العدة خارجة عن الموقوفات عن الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم،
وكذا عما أودعه في تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من غير تصريح بما يدل على أنه حديث مرفوع، وبعد التتبع والاستقراء في الصحيح تبينت لنا الإحصاءات التالية: عدد أحاديث البخاري 7658 حديث. دي الخلاصة بقى، 7658 حديث. وعدد الرجال الذين لهم رواية فيه 1834 راويا، وعدد شيوخه 326 شيخا، وعدد الصحابة 210 صحابة، وعدد الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم دون مسلم 643 راويا، ودون الخمسة 241، ودون الأربعة راويا. وأعلى أسانيد البخاري في الصحيح حديث ثلاثية الإسناد، وهي التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رواة فقط، وعددها 22 حديثا، بينما أنزل الأسانيد عنده جاءت تساعية في حديثين تحت رقمين 81,406,025,207 بتقييمنا، والله تعالى أعلى وأعلم. ونبدأ غدا إن شاء الله في قراءة الصحيح من طبعة المكنز، ونقرأ إسنادنا إلى الإمام البخاري غدا إن شاء الله قبل بداية الصحيح. نسأل الله أن يتم علينا هذا، وأن يتقبل منا ويجعله حجة لنا علينا، وأن يرزقنا احترام العلماء، وأن يذكرنا عندهم بذكر حسن ليشفعوا لنا عند الله، وأن ينفعنا بسنة نبينا وبقرآننا العزيز وبنبينا وبصالحينا، وأن يتقبل ذلك منا ويحفظنا على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وإمداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.